Okay, today we must have discussion chapter 3. في حدا طلع مسائل chapter 3 اللي كان عنده مشاكل؟ طلعتوش عليهم؟ غريب. لازم كل واحد يطلع على المسائل ويحاول يحلهم، هيك معنا الديسكشن. الهوم ورك تحلهم في البيت. طيب، مين عنده مسائل أرقام المسائل؟ مين عنده ورقة تبعت المسائل؟ الورقة هاي بتقول على انه عندنا مسائل في chapter 3 2 6 16 27 44. اوكي، خلينا نبدا بسكشن 2. عندنا problem 2 بتقول two points in a plane have polar coordinates 12.5 متر و 30 degrees and 33.8 meters and 100 degrees. Determine the Cartesian coordinates of the points, P the distance between them. يعني عندي أنا two points. هذول two points معروف إحداثياتهم. إحداثياتهم 12.5 متر و 30 degrees. بعدين 3.8 متر و 120 ديجريز. خلينا نشوف الآن سؤال 2 هذا. هذا سؤال 2. عندي 2 بوينتس. طبعا احنا بنحكي انه اذا كان عندي هذا الواي اكسس وهذا الاكس اكسس، لما نحكي بولار كوردينيتس معناها بنقيس بعد النقطة عن نقطة الأصل. فعندي النقطة الأولى بتميل بزاوية 30 درجة هون، يعني هذا الخط بميل بزاوية 30 درجة على الإكس أكسس. إذا هذا أي نقطة؟ هاي 2.5 متر. الثانية البولار كوردينيتس إلها 120، معناها الزاوية بدها تكون كام لهي الجهة؟ زاوية 120 درجة والمسافة 3.8. هاي 120 درجة. اوكي، إذا هذا السؤال. هاي شو طالب منه هو السؤال؟ طيب determine the Cartesian coordinates of these points. نطلع كم الإحداث السيني لهي النقطة، يعني كم x1 و y1 وكم x2 y2. شو العلاقة بينهم؟ احنا بنعرف انه x1 او x تساوي r cosine ثيتا، والواي تساوي ار ساين ثيتا. اذا معناها مين بيقول لي كم اكس 1؟ 2.5 كوساين 30. واي 1 2.5 في ساين 30. طيب x2 شو راح يكون يساوي؟ 3.8 كوساين 120، و y2 3.8 ساين 120. طبعا بنقدر نعرف احنا كم كوساين ال 120 وكم ساين ال 120 من الجداول او من الآلة الحاسبة. طالب ايضا المطلوب الثاني في السؤال the distance between them، يعني طالب المسافة هاي. مسافة.
كيف بدي اعرف المسافه بينهم؟ اوكي خلينا نيجي نكتب الان الزاوية بينهم 90 درجة. اوكي اذا نيجي نكتب اذا المسافة بينهم خلينا نسميها دي تساوي درجة تربيع الى 2.5 تربيع زائد 3.8 تربيع لانه الزاوية بينهم 90 درجة بصير. الطريقة الثانية شو نعمل؟ إن نيجي نكتب الفيكتورز باليونت فيكتور نوتيشن. كيف يعني؟ نكتب الفيكتور الأول خلينا نسمي هذا الفيكتور A. رجعش. أوكي خلينا نسمي هذا فيكتور A هذا فيكتور B. نطلع الفيكتور نفسه باليونت فيكتور نوتيشن كل فيكتور. فشو ممكن نكتب بدل A؟ نقدر نكتب الفيكتور A شو يساوي؟ AXI يعني X1I اللي هو 2.5 كوساين 30 I بلس 2.5 ساين 30 جي. وبنكتب بي فيكتور بي از 3.8 كوساين 120 اي بلس 3.8 ساين 120 جي. طيب هلا كيف بدنا نعرف الفيكتور بينهم؟ هذا الفيكتور هذا الفيكتور دي اذا كان هذا A وهذا B شو مين بقول لي دي شو يساوي؟ الفيكتور الفيكتور دي شو علاقته مع A ومع B؟ طيب هلا اذكركم بشغلي اذكركم بشغلي اذا كان عندي هذا A اوكي وهذا B المحصلة وين راح تكون ال A زائد B؟ بنقول A زائد B تساوي هاي هذا A زائد B بس أنا بدي هذا شو يساوي هذا؟ A ناقص B هذا الفيكتور أو B ناقص A في حالتنا هي إذا سايم هيك يكون B ناقص A إذا نسايم هذا إذا D الفيكتور D يساوي الفيكتور B ناقص الفيكتور A طبعا لو كان الاتجاه بالعكس لجهة A بيكون A ناقص B اوكي اما A زائد B اذا هاي هذا عبارة عن A زائد B اما هذا الفيكتور B ناقص A B ناقص A ليه B ناقص A لانه انا لو جيت بدي ارسم بدي اطلع لو جيت من هنا هاي A هاي B رسمت من هون موازي لA بس باتجاه معاكس اوكي شو بيكون عندي بيكون عندي هذا ماينس A وبيكون المحصلة إلهم لB وناقص A هو هذا نكمل متوازي الأضلاع بيكون هذا يوازي هذا اذا هذا هو بي ناقص اي دكتور يس الفيكتور لازم يكون الراس على اخر على الراس لو بنقول مثلا دي ناقص اي يعني انا بقدر اقول ما بقدر تحكي يعني بقدر اقول الان اي زائد دي يساوي بي اه
بقدر اعمل هيك، بقدر اكتب من الرسمه بقدر اكتب A زائد D يساوي B. اذا D شو تساوي؟ B ناقص A. D تساوي B ناقص A. اوكي، حدا قال استفسار عن هذا السؤال؟ هلا لما نطلع المسافه شو بنعمل؟ بنقول D هاي تساوي distance. Okay. طيب نيجي السؤال اللي بعده، اللي هو سؤال 6 بنفس الصفحة. شو سؤال 6 بيقول؟ Okay, a plane flies from the camp to Lake A, 280 kilometers away, in the direction 20 north of east. 20 north of east. عندي أول شيء الطائرة مشت عن زاوية 28 north of east، مشت 280 كيلومتر. After dropping off suppliers, it flies to Lake P, which is 150 kilometer at 30 degrees west of north. West of north. إذا الزاوية الأولى كانت 20 north of east. الثانية شو كانت؟ west of north. احفظوا لنا بس المسافات، اكتبوا لنا المعلومات. هلا لو نيجي نرسم الحكي شو اللي صار. هذا سؤال 6. بكون عندي الطائرة إذا بدأت من هون. مشت بزاوية 20 north of east. north of east مش هيك؟ شو معنى north of east؟ دائما الاتجاهات البوصله اللي عندنا هيك، هذا north، هذا east، هذا west، هذا south. فلما نيجي نقول north of east نبدا من الايست 20 degrees to the north، فبنيجي نقول اذا هاي الايست 20 degrees، هاي الزاويه 20 north of east to the north of east. This is the east and this is 20 north of east. مشت مسافة كم كيلومتر؟ 280 كيلومتر. طيب هلا من A مشت بزاوية كم؟ الزاوية اللي مشتها من A after dropping the suppliers it flies to lake P which is 190 كيلومتر 30 west of north. إذا بنبدأ من هون، وين النورث؟ لفوق، west هيك، إذا west of north، this is the north. بعد ما وصلت راحت برضه. يعني بعد ما وصلت من A مشت 30 degrees west of north، this is the north. To the west of it 30 degrees. إذا من A مشت لـ B. من كام A راحت لـ B. كيف مشت لما راحت لـ B؟ مشت باتجاه 30 degrees west of north. This is the north. To the west of it 30 degrees. فبنبدأ من النورث من الكلمة الثانية وبعدين بنروح للويست، مسافة 190 كيلومتر. إذا هنا B 190 كيلومتر. شو طالب منا السؤال؟ طالب منا السؤال graphically determine the distance and direction from Lake P to the to the camp. يعني نطلع هاي، نطلع هاي الديستانس. طبعا هو بده جرافيكالي، يعني شو معنى جرافيكالي؟ باستخدام الرسم، بنجيب منقلة ومسطرة وبنرسم هذا. بس احنا بنعملها مش جرافيكالي، بنعملها يونت فيكتور نوتيشن. بدنا نيجي نطلع الفيكتور هذا اللي هو خلينا نسميها نقطة O.
الفيكتور او بي او، هذا الفيكتور شو يمثل؟ يمثل او اي هذا زائد اي بي. يعني ايش الازاحه من او لبي؟ من بي لاو. مش مشكله، هلا احنا بدنا الماجنيتيود. انا بدي الان كم الازاحه تبعتهم، الازاحه انه هذا كان هون صار هون، كم ازيح من مكانه؟ اذا كان هون بدا هون صار هون، اذا او بي. بعدين مشينا او اي، بعدين مشينا بي من اي لبي. فاذا انا بدي اعرف او بي مقدارا واتجاها لازم اعرف او اي ولازم اعرف اي بي. فبدي احلل، اذا بدي اطلع او اي ان فيكتور نوتيشن. او اي مين بيقول لي او اي شو يساوي؟ 280 كوساين 20 بلس اي، طبعا بلس 280 ساين 20 جي. طب مين بيقول لي اي بي اي بي؟ فيكتور اي بي بدي واحد بدي اه 190. اوكي هلا انا يعني انا ليش ما احلل هون؟ اوكي اقول كوساين 120، اوكي كوساين 120 اي، او بقول كوساين 60 بالماينس اي. يعني اما باخذ هذه الزاويه كلها مع البوزيتيف اكس اكسس بحط اي، او باخذ هاي الزاويه لحالها المكمله مع النيجاتيف اكس اكسس. اتس ذا سيم بلس 190 ساين ال 120 جي. نفس الشيء بقدر اخذ الزاوية هاي الواي اكسس كوساين ال 30. ما هي كوساين ال 30 شو تساوي؟ ساين 60 يعني ساين 120. اتس ذا سيم. لأن أنا أخذت عن الإكس أكسس، دائما باخذ عن الإكس أكسس. طبعا ممكن آخذ بس هون وهون. تغير صح؟ نفسها. من الجهة الثانية تغير الزاوية بس الإشارة. أوكي. هي ساين 120 موجب. فإذا أخذنا هنا بدنا ناخذ كوساين ال 30 الموجب اللي هو نفسه زي ساين ال 120. لو ساين 120 موجب. الآن لما نيجي نطلع أو بي نجمع الآيات مع بعض ونجمع الجهات مع بعض. إذا بنطلع الديستانس شو بنعمل؟ جذر. يعني نحسب كم هاي وكم هاي. فبيطلع عندي الجذر تربيع أو بي اللي هي 280 كوساين ال 20 زائد 190 كوساين 120 الكل اي. نفس الاشي في الجي 280 ساين ال 20 بلس 190 ساين 120 جي، وبيطلع عندي او بي. اذا بطلع المقدار بقدر اطلع مقدار او بي، بدي اطلع زاويه الميل على الاكس اكسس بقدر اطلع كم الزاويه. طبعا بقدر اطلع بعدين شو اقول؟ اقول او بي ماجنيتيود اللي هو تحت الجذر، خلينا نسمي هذه اكس، خلينا نسمي هذه واي، بصير اكس تربيع زائد واي تربيع. واذا بدي تاني الزاوية تان ايش؟ ليش؟ واي على اكس. اوكي واي على اكس، حيث فاي هي الزاوية مع الاكس اكسس. فا
باي هي الزاوية التي تقسمها مع الإكس أكسس. أوكي؟ إذا هاي سؤال 6. في حدا استفسار على سؤال 6؟ أي استفسار عن سؤال 6؟ نطلع الماجنيتيود لهذا الفيكتور. هذا فيكتور له كومبوننت اكس في الاي دايركشن واي في الجي دايركشن. الجواب الاكس اللي طلعناه زائد يس، يعني طلع اكس رقم ماناش اله حاسبه، طلع واي. اوكي اي استفسار؟ ليش اي بي 120؟ اوكي احنا كنا دائما اوكي هذا اي بي. اذا بدنا ناخذ من هذا الاتجاه، دائما ناخذ من اتجاه السينات، ناخذ نلتزم انه كوساين الزاويه وساين الزاويه، للاكس اكسس كوساين وللواي اكسس ساين. فالان كم الزاويه اللي بصنعها هذا اي بي مع 120؟ 90 زائد 30. اوكي اي استفسار؟ نيجي للسؤال اللي بعده اللي هو سؤال 16. سؤال 16، خلينا نشوف شو سؤال 16. اوكي اذا السؤال واضح الان انه في عندنا فيكتور ديسبيسمنت فيكتور ان ذا اكس واي بلين، يعني في اتجاه السينات والصادات، يعني ان اي بلين زي الطاوله مثلا، هذا اكس هذا واي، معناها هذا القلم فيكتور في الاكس واي بلين، مستوى المستوى الديكارتي يعني. اوكي بيقول معطينا هذا الفيكتور كم طوله الماجنيتيود له، وبيعطينا الزاوية، بطالب الـ X والـ Y coordinates، the Cartesian coordinates. بصير لنا سؤال 16. شو مكتوب عندنا؟ X تساوي R cosine theta، Y تساوي R sine theta. هلا معطينا هو الـ magnitude R، يعني قيمة R اللي هو كم؟ 50. اذا اكس تساوي 50 كوساين 120، واي 50 ساين 120. هاي عرفنا الاكس واي كوردينيتس، هاي تطلع كم؟ ماينس 25، لانه كوساين 120 ناقص نص، وهاي تساوي 25 جذر 3. 25 جذر 3. اوكي بس هاي مطلوب. سؤال 16 سهل كثير، هاي مطلوب فيه. السؤال اللي بعده هو سؤال 27 موجود، يس موجود على نفس الصفحه. اوكي اوكي هاي 27 عارفينه فيكتور بي، هاي 27. شو بقول؟ فيكتور بي has x y and z components 4 6 and 3. Calculate the magnitude of b and the angles b makes with the coordinate axes. يعني معطينا الكومبوننتس للفيكتور، الاكس كومبوننت 4، الواي 6 and Z 3. بدنا نطلع الماجنيتيود اوف ذا فيكتور عادي، بنقول سؤال 27 الار فيكتور بنقدر نكتبه بالشكل التالي اللي هو كم الاولى 4 اي بلس 6 جي بلس 3k. So this is the vector. Okay, the x component معناها 4 6 3. إذا بدنا الماجنيتيود إله شو يساوي؟ square root of 4 تربيع زائد 6 تربيع زائد 3 تربيع. كم بيطلع؟ 16 36 و 9 61. طيب كم الزاوية اللي بيعملها الفيكتور مع محور السينات؟
الزاوية اللي بيعملها مع محور السينات بنقول كوساين ثيتا اكس تساوي ار اكس على ار. يعني المركب السيني على الفيكتور ماجنيتود وتساوي كم؟ 4 على جذر 61. طيب كوساين ثيتا واي 6 على جذر 61، وكوساين ثيتا زد 3 على جذر 61. طبعا زوايا مختلفة. يس. لا هو بده الزاوية على محور السينات، الزاوية على محور الصادات، الزاوية على محور الزينات. على كل اكسس. لاحظ قضية انه كوساين تربيع ثيتا اكس بلس كوساين تربيع ثيتا واي بلس كوساين تربيع ثيتا زد يساوي واحد. يعني هاي تربيع زائد هاي تربيع زائد هاي تربيع يساوي واحد. ليش؟ لانه عندنا احنا هذا فيكتور، شو معنى بيميل على السينات؟ معناها لو جينا اخذنا بين السينات وبين هذا الفيكتور زاوية، بين الصادات وبين هذا الفيكتور زاوية، بين الزينات وبين هذا الفيكتور زاوية، هذول مجموع الزوايا يساوي. ليش؟ لانهم هذول اسمهم يعني ظل. شو معنى هاي؟ معناها هاي كم، خلينا نقول مساهمة الاكس في الفيكتور، كمساهمة الواي بالفيكتور، كمساهمة الزي، كل المساهمات لازم يطلعوا واحد. اوكي. طيب نيجي السؤال اللي بعده اللي هو سؤال 44. It's given by R تساوي 2i plus j plus 3k. Find the magnitude of the xy z component. بدناش نكتبه على اللوحة، سهل. شو الـ x component له؟ شو الواي كومبوننت؟ جي كومبوننت، زي 3. بعدين the magnitude of r زائد تربيع الى 2 تربيع زائد 1 تربيع زائد 3 تربيع. طيب the angles between r and x y and z axes كوساين ثيتا لكل واحد. اوكي. فاذا نقدر نعرف السؤال نحله هذا بسهوله. اوكي. حدا له اي استفسار؟ اي استفسار؟ خليني اختار لكم مشان ما نبداش بشابتر جديد، اختار لكم مسائل اخرى. ريكتانجولار بارالوبيبد، يعني ايش بارالوبيبد؟ متوازي مستطيلات، متوازي مستطيلات زي مثلا الغرفه هاي. بكل هاي دايمنشنز A and B and C. يعني خلينا نقول this is A this is B this is C. هاي اذا غرفه متوازي مستطيلات. هذا خلينا نسمي الاكس اكسس اي، الواي اكسس بي، زد اكسس سي. بكل السؤال obtain a vector expression for the phase diagonal vector r1. What's the magnitude of this vector? Obtain a vector expression for the body diagonal r2. Notice that r1 ck and r2 make right angle triangle. يعني السؤال خلينا نفرجيكم الشكل الآن. كل شايف الشكل؟ هاي الغرفة مبينة، هذا الإكس أكسس طول في اتجاه الإكس أكسس A، هذا الواي أكسس الطول باتجاه الواي أكسس B، هذا الزي أكسس طول باتجاه الزي أكسس C. إذا هاي مبينة البارالوبيد أو الغرفة. أوكي؟ مرسومة in 3 dimensions. بيقول بدي اطلع R1 اللي هو الفيس دياجونال. كيف يعني الفيس دياجونال؟ خلينا نقول هذا الاكس اكسس، هذا الواي، يعني الـ هاي اللي على الارض، القطر اللي على الارض، هذا اسمه الفيس دياجونال. فبدي اطلع R1 وبدي اطلع R2. طبعا بكتبش هون. الكل شايف وين R1؟ هلا وين R2؟ يعني كان باخذ من هون للزاويه اللي فوق. إذا هذه R1 وهذه R2. خليني إذا أرجع أكتب. إذا هذا سؤال 52. طيب مين بيقول لي إيش R1 يساوي؟ الإحداثية اللي هم إيش؟ D
A I plus P J. الار وين بكتب لكم الار لانه هذا الارض بيجي A I plus P J. هذا الار وين فيكتور. اذا بنطلع الماجنيتود له شو بنقول؟ تساوي جذر A squared plus P squared plus P squared. طيب هلا بدنا نطلع R2 شو يساوي؟ مين بيقول لي شو يساوي؟ هذا الفيكتور اللي من هون لهناك يساوي AI plus P J plus C K. يعني شو معنى ذلك؟ يعني لو أنا بدي أنتقل، لو عندي أنا أنت نملي بدي تنتقل من هون للقرنة هذيك، شو عليها تمشي؟ عليها تمشي مسافة A بالسينات، مسافة B بالصادات، مسافة C بالزينات. هاي معناها إنه الفيكتور كيف ممكن الوصول من ال two corners. إذا هذا اسمه body diagonal، هذا اسمه face diagonal. إذا طلع R2 يساوي الجذر التربيعي ل A squared plus P squared plus C squared. طيب افترض كان هذا مكعب، شو يعني مكعب بيختلف؟ أضلاعه متساوية. افترض إنه أضلاعه متساوية، إذن شو بصير عندي؟ الفيكتور R2 شو تساوي؟ A جذر ثلاث. A جذر ثلاث. طيب لو طلب منا الزاوية بين البادي فيكتور والاكس اكسس كيف بنعرف الزاوية؟ the angle between the vector r2 and the x axis. شو نعمل؟ اذا كوساين ثيتا اكس شو تساوي؟ اللي هي ايش؟ a على a جذر الثلاث، وتساوي 1 على جذر الثلاث. إذا مش زاوية 45 زي ما بتوقع أي واحد، يعني بتسأل أي واحد سؤال هذا بيقول لك مكعب كم هذا الضلع بيعمل مع الإكس أكسس بيقول لك 45، نو. هذا بيعمل زاوية قصينها 1 على جذر الثلاث. قصين الزاوية 1 على جذر الثلاث، أوكي؟ وبيعمل مع إذا كان مكعب مع الصادات أيضا زاوية قصينها 1 على جذر الثلاث، ونفس الشيء مع الزينات. هذا عنده أي استفسار عن هذا السؤال؟ كيف؟ ليش هذا؟ خذ هاي A تربيع زائد A تربيع زائد A تربيع، شو بصير؟ ثلاثي A تربيع. خذ جذر الـ A تربيع A. okay. إذا مرة جاي نبدأ chapter 4. okay. يكون العافية.